عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، أسعد الله مساكم بالخير والسعادة. طبعا هذا اللي أمامكم أمير من دولة باكستان، الله يعطي الصحة والعافية. هذا كمل لي 20 سنة في الدولة. ها أمير، أنت 20 سنة داخل إمارات، 20 سنة، والحين قاعدين يسووا عملية تنظيف للبئر من الجذور الممتدة. طبعا هذا جانب من الجذور، مثل ما تعرف ان الجذور تمتد الى ان توصل الى الماء باي طريقه، شو ما كان العمق توصل، ايش بطريقه نزوله في الطوي او البئر. هذا كله بس لتنظيف في الطوي من الجذور اللي واصله للماء. طبعا اذا وصلت الجذور للماء تقطع الماء، ما تخلي الماء يطلع من الطوي. دبل لو ندرك زمان دبل كنا كذا زورك لا إنك عادي يسحب الجذور، شايفين؟ توصل للغطاس وتوصل للدينما وتخربهم، يعطيه العافية أمير صراحة. جدي ميدا ده؟ ميدا جدي؟ دبل من أبلا. معاونين الوحوش من الجذور اللي طلعوها. باري جيب تباري ونكر. باري محمد. هذه كمية بعد. هذه الكمية شو بعد؟ نقدر نقول ولا كتر الخزوم هون. نقدر أشوف الحين وين وصل. ما أظن ينشاف، ينشاف ولا ما ينشاف عرب، أنا ما أشوفه ترى. الله يعطيه الصحة والعافية يا أمير. كفو عليه والله، هو صايم بعد. الناس اللي تدور على لقمة العيش، والله تدور الشغل وين ما تكون، ما مثل بعض الناس بطرانين على النعمة والرزق. ناس تام بمكيفات وبمكاتب وبعد ما رايم تداوم. وهذا له حسبه كم قدم تحت الأرض. شوف العمق، شوف العمق، شوف العمق، مؤازرين عادي. حدهم مصدومين، انا وش قاعد اسوي؟ انزين انت كلام، هذا كم فوت طوي؟ هذا 75 فوت. انزين بالقامه؟ بالقامه 12 قامه 13 قامه على تقريبا. وبالمتر؟ بالمتر 25 متر كذا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، انت وايد شاطر تبارك الرحمن. انا من ساعة بعرف كم عمق الطوي وما قادرة اعرف. وصل، وصل الريال الماي، الحين قاعد يسبح ويلعب ويتنطنط ويتمردح بالماي. شوف الشحنة اللي واصلة، لا جذور. افتح دكان جذور اللي بيشتري. هذه الجذور اللي طلعوها، شوفها صغيرة كبيرة، شوف الكمية هنا وهناك، وبعدين هم ما زالوا يطلعون. بس ريحتها حلوة ما ادري ليش. هذا عاد شعر عروستنا الأشقر، طبعا الحين العيد جاي، فبنات انصحكم بهالالوان. طبيعي طبيعي طبيعي. طبعا هذا ترى كلها جذور، كلها جذور، عاد هذا توها صغيره على كلامهم، وانهم هذا بكى صغير بعد انه ما يجي كبير. هم ما زالوا يعطيهم العافيه.